يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا. روبا النهار مصممة أزياء صارت موجودة معنا ورح تحكي لنا شو هي الألوان لموضة صيف 2023، شو أهم الأقمشة اللي ممكن إحنا نستفيد منها خلال هذا الموسم، وشغلات كتير رح نحكي عنها خلال اللقاء. أول شيء نصبح عليك روبا، أهلا وسهلا فيكي ببرنامج يوم جديد. أهلا فيكي، صباح الخير وشكرا لكم على الاستضافة. نورتينا نورتينا حبيبة قلبي. يعني صباحك وصباح الألوان الحلوة اللي وراكي من فوشيا، من أزرق، من أصفر، قديش هالألوان تعطينا طاقة وبتعطينا هيك روح حلوة للصيف؟ دائما هيك لما بيقولوا الصيف كيف هيك بتتخيلي كل الألوان الحلوة فعلا بتكون موجودة معنا بالصيف. زي ما أنت شايفة طبعا الألوان اللي دارجة بهذا الصيف هي الألوان الفاقعة والجريئة طبعا بالمرتبة الأولى. بالمرتبة الثانية اشتقاقات هاي الألوان بطريقة هادية، وما بننسى أن الأبيض والأسود بكل موسم بيكونوا هما حصة الأسد لهم. وبالصدفة أنا وياكي أبيض وأسود أبيض وأسود لسه بتواجهي بنات بخافوا يلبسوا الألوان ربا؟ طبعا كتير 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 صراحة، يعني بدي أحكي لك نسبة 40% بس اللي بجرؤوا انهم يلبسوا الالوان او يعملوا ميكس اند ماتش بالوان اللي زي ما بتعرف فيها هلا، مثلا زي النهدي والاورنج، الاحمر والزهري. طب شو السبب ما عندنا هاي الجرأة نلبس هاي الالوان؟ شوفي لانه ما تعودنا عليها هلا، يعني مثلا تعودنا انه على مدار سنين نشوف مثلا السكني الابيض البيج. صح. هو بسموه مثلا الالوان اللي بتحسي حالك سيف، يعني ما في حدا بيلبس الاسود ما بيطلع عليه حلو. صح. ما حدا بيلبس الابيض ما بيطلع عليه. واحنا بنحب الاسود كمان لانه بنحف وما ببيننا مليانين، عرفتي؟ طبعا اكيد اكيد. اسمعي، الاسود ملك الالوان، بلبقى كل المناسبات بكل المواسم صراحه. انا يعني كتير بحبه ودائما بيكون خياري الأول، بعديها يعني بتيجي الألوان الثانية. حلو. طيب إحنا فترة صيف درجات الحرارة عالية جد، وبحاجة لألوان نحس إنه إحنا هيك فرش. صح. ما نحس حالنا تعبانين ومرهقين. أكتر لون بتنصحي فيه بفترة الصيف؟ طبعا هي الألوان الأبيض، وهو أكتر طلب عليه اللي هو اللون الأبيض. بعد هيك بيجي عندك كل الألوان الصيفية الحلوة. أنا بحب الأزرق. شوفي هلا هاي السنه الازرق والاخضر واشتقاقاتهم هم الالوان اللي دارجه من اول السيزن لهلا. فزي ما انت شايفه اكثر واغلب هاي الستس اللي منزليتهم فيهم الازرق ودرجاته. حلو. والاخضر ودرجاته. خلينا نبلش. طيب من وين بدك تبلشي؟ هلا احنا اليوم بدي احكي لك شو الفكره عنا. هلا الفكره اليوم انا بدي اساعد الصبايا. اذا كان عندك قطع محدوده، قد ايه مره بتسمعي انا ما عندي شيء البسه؟ هاي جملتنا بتكون خزانة مليانة أواعي، بس ما دائما إشي نلبسه، ما دائما شيء نلبسه أو بنلزق بلبسة ما بنرجع نعيد نلبس شيء ثاني جديد. شو السبب؟ معقول ترتيبنا وتنظيمنا بالخزانة؟ هي أحيانا ممكن بدك حدا يساعدك شو الاحتمالات اللي تكون عندك حتى تلبسي أو تنوعي باللبس، وكمان بدك الترتيب وتعرفي شو الإشي اللي تلبسيه الصبح، شو الإشي اللي تلبسيه المساء بالطلعات. فلذلك أنا اليوم جيت بدي أحكي لكم بين الموضة والترتيب. حلو. كيف إحنا ممكن نستغل الخزانة عندنا. حلو. طبعا بدي أحكي لك شغلة مهمة. هلأ أول موضة طالع عندنا اللي هي دنم أون دنم، اللي هو الجينز ينلبس على الجينز. هلأ كله جينز بجينز جينز بجينز، هاي هي الموضة اللي طالعة. فأنا جبت لكم أمثلة إنه زي ما أنت شايفة هذا الجاكيت الجينز، أوكي، بده يكون شوفي عندنا جاكيتين، شايفة الدرجات تبعونهم للجاكيتات؟ بيكون يا بتلبسي نفس الدرجات يا عندك بيكون اختيار تاني اللي هو بتقدري تلبقي عليه أي بنطلون، يعني أو تايت أو دريس. فهو الجينز إذا بنسأل عن الموضة هلأ، الجينز هو أكتر إشي ترند. صح. لسيزن السمر. حلو. بعد هيك بس نخلص موضوع الجينز بيجي عنا الست، أكيد شفتيهم كتير. طبعاً. كتير كتير. تعرفي أنا ليش بحبه؟ أول شيء خفيف. خفيف. وما بده كوي. بدك تحس اللي ما بده كوي، هذا أهم شيء. وقد حلوة. وقعدنا بالسيارة حطينا البلت طلعنا بضل زي ما هو، يعني هاي القماشة جد مريحة. هاي كتير مريحة وصيفية وبتقدر كمان إنه الواحد ما بحس حاله إنه عم بعرق وعم بيشوي لأنه بتسمح بدخول الهواء. هلأ هي شو فكرة هدول الستس اللي طبعاً أنا اليوم عم بطلق المجموعة الثانية عن خلال التلفزيون الأردني؟ هي عندك الست بيجي
بالتلبية. حلو. يا الصبية بتاخذ البنطلون والقميص، طبعا هذا عم بحكي كمان على الخزاين عندهم. أوكي. إذا عندك طقومة مثل هيك بتقدر تعملي ميكس أند ماتش، يعني هذا الطقم الأسود والأخضر عاملينه، أنا عامليته وهذا الطقم الأصفر بتقدر تلبسيه القطعتين مع بعض. بالضبط. بأورجيكم كمان، حتى بنقدر نلبس تحته توب بيضة مثلا. بالضبط. يعني شوفي هلا على سيرة التوب الأبيض، شوفي ما أحلى مع الأزرق، روعة. شوفي هلا أنا مثلا حاطة التنسيق إنه أنت لما يكون عندك مثل هذا الست هنا لبسنا مسكر، هنا بنقدر نلبسه فاتح. قديه بيطلع عليك حلو هذا اللون؟ هذا طبعا طلعي قديه أزرق طبعا، عن جد حلو. وكمان لأنه كتير كتير موضة، عاكس على لون عيونك ربا. فدائما الست هذا كتير يستغل، بنلبس البنطلون لحال، بتلبس الجاكيت لحال. صح. ممكن يلبس مع بعض، وممكن كمان نلبس القميص والتوب مع جينز. بالضبط. هلا هدول بنلبسوا على شوز رياضة، بنلبس على سليبر، بنلبس على هيلز، ومريح وكتير مريح. وهيك كل مكان أوفر سايز شوي عن جد بيكون أحلى. يعني شوفي هلا مثلا هاي التنسيق، هلا زي ما شفتي اللي قبل كانت سادة، هادي إنه حطيت معرق، فأنت الست ممكن تقلبيه يعني مثل الأزرق اللي شفتيه هذا قبل شوي، لو لبسنا تحتي بدل الأبيض مثلا درجات معرقة كتير. يعني وين راح البروتيل؟ أنا مش شايفته بروتيل. خلص ما كان خلص. طيب. أوكي. هلأ بدي أورجيكي مثلا كمان الفوشيا. شوفي هذا كيف أنا ملبقيته، هذا الطقم اللي إحنا عم نشوفه. أوكي. مع لوك الباربي وترند الباربي. هذا أموره تمام. صرنا كلنا ندور على الفوشي والبينك. شو حاطة تحتي؟ أنا حاطة درس أبيض. يعني تطلعي هاي الطقم. اوكي. هي الطقم زي ما انت شايفيته. بدي انا استغل القطع اللي عندي، يعني حلو. ما بدي البسها. حلو. حكينا احنا اول شيء بنلبس هاد مع اي شيء عندك. اوكي. أميس او القميص أبيض. لحاله او مع بعض، او تطلعي هلا احنا عم نحكي عن شو حطيته، لبقته مع فستان ابيض. بس شوفي ربا، انا صافنه بالقميص، هو بسيط وعادي، بس مجرد ما ضفتي له الورد اللي هون صار كتير فخم، وصار طبعاً بقدر ألبسه أنا بمناسبة مرتبة. برافو عليكي. هلأ بدي أورجيكي عندنا الكلف، هي طبعا إحنا بنسميها قديه بتلعب دور فعلاً إنه تنقل. يعني شوفي مثلا. واو. هاي طبعا هدول كلهم هاند ميد. حلو. هدول مثبتين ومخيطين ولا بنقدر نشيلهم لما بدنا نعمل دراي أنا كلين؟ هلأ هون للتلفزيون حطيتهم مثبتيتهم عشان بديش توقع. أوكي. بس أنا كزبونة بقدر أشيلها. بروشات. أوكي. أوكي. لأنه أنا بحب زبونتي تستفيد من القطعة للماكسيموم. فهي القطعة هاي زي ما انت شايفة هي قطعة بيسك. أوكي. الأكسسوريز بتنضاف حسب ما الزبونة بدها. صح. يعني إذا احنا طالعين طلعة نهارية هدول بنشالوا، بنلبس عشوز رياضة أبيض، عشوز رياضة أسود، وبتطلعي فيه. صارت عندك مناسبة المساء بتلبسيه مثل هيك، أو بتفتحيه على بروتيل أسود. حلو. مع هيلز لونه أسود. فصراحة كتير. بالنسبة إلي هذا الست بعتبره إنه من القطع اللي كتير ضرورية ومهمة تكون عند أي صبية. المقاسات كيف عندك روبا؟ أهلا، عندي كل المقاسات والسايزات كلها موجودة، وحتى قد ما هاي القماش الصبايا كتير حبوها. شوفي شو طلعت منها، دريسز كتير ناعومين وكتير خفيفين، بتقدر الصبية تلبسهم برضو بنفس الطريقة اللي قلت لك عنهم. شوفي ما أحلاهم، أرغش ألوانهم، بنلبسوا على الشوز، بنلبسوا على برضو هيلز، بتقدر تفكي هذا البروش. شوف بالله قماشته هذا الأزرق خفيفة كتير، روعة. بالضبط. هاي القماشة هي بتجنن، اللي هي القماشة الهدلة صيفية كتير مميزة. طلع مثلا زي هدول، روعة. بنلبسوا على، وزي ما قلتي بتقدري تلبسوا الصبية بوت رياضة، سليبر. بس شوفي أقول لك شغلة، إحنا كصبايا بنلاقي هاي الستايلات وبنلاقي المقاسات اللي بدنا إياها، بس مثلا أمهاتنا بحبوا يلبسوا ست زي هيك. صح طبعا. بس ما بيلاقوا سايز، دائما مشكلة السايز. مشان هيك خصصتي لهم هيك. طبعا. مشان هيك أنا أول إشي عملته إنه زي ما أنت شايف الجاكيت بيجي أوفر سايز. أوكي. بس برضو عندي كل ثلاث نمر لهم ست. حلو. والبنطلون بيكون مطاط، روعة. حتى إنه أنا ألبي أكتر سايزات يعني للصبايا والأمهات، لأنه من حقنا كلنا نلبس. بالضبط. ونصيف. بالضبط. حتى بدي أورجيكي كمان شغلة هلأ هون. أوكي. إنه بحب دايما الصبية تترك التاتش تبعها، يعني شايف الوردات أنا كيف مشكليتهم، وهنا شوفي كيف
شكلت وحدة. فبحب دائما الصبايا ما يشتروا الإشي ويخلوه زي ما هو. حلو أنه أنت تضيف عليه شغلة بالضبط، تتركي بصمتك. بس إحنا مش ربا النهار يا ربا، ما بنقدر نعمل هاي التفاصيل. لا والله بتعرفي مرة عمرة بيصير أنه عندك أنت الإبداع، عندك أنت أنه بتفكري الخيال، أنك تطلعي وتستفيدي من قطعك طبعا. كل مرة بس شوفي الأصفر قدي حلو مع الأزرق. اسمعي الصيف ألوانه بتجنن فعلا فعلا. وأحيانا بنشوف هيك ألوان جنب بعض ما بنكون متخيلين إنه مثلا هاللونين بيطلعوا حلوين مع بعض، يعني مثلا زي اللون الأخضر اللي هو أنا قلت لك كمان دارج حلو كتير، والعين على فكرة كتير دارجة. أكيد شفتيهم طبعا أغلب بكل اللبس. شيء أكسسوريز ولبس وكل مكان. يس هما إذا ما نحكي عن الأكسسوريز اللي كتير دارجة اللي هي الوردة الفوردي. حتى ديور لما عملوا عرض أزياء كانت أغلب قطعهم بتيجي على عبارة عن الورد الفوردي. فأنا هيك أخذت شوي بس من هذا الموضوع، وزي ما أنت شفتي الوردات هدول حطيتهم على الست تبعونا. وكمان في بدي أورجيكي كيف برضو ممكن تقلبيه رسمي كتير لسهرة بايات. يعني أنا بحب اللمعة كتير صراحة، كتير شايفة أحلاها هذه اللمعة. فأنت بتقدري تلبسي هذا الست اللي هو خفيف، لأنه برضو كمان المسعة عم بتكون شوب طبعا، فبتقدري أنت تطلعي فيه. شوفي ما أحلى مثلا بالطريقة اللي أنا حاطة فيها لمعة وبتلبسيها على مثلا كعب. يعني صراحة ربا إحنا متعودين عليكي كل فترة وفترة تعملينا مجموعة أحلى من اللي قبلها. يعني اللي بيحضرك وبيتابعك برمضان كل عباية أحلى من ثانية، وهلأ لطقوم فعلا بتجنن وألوانها هيك كلها فرش وسعادة زي ما بنقول. بدنا نشكر تواجدك وشكرا على كل هالقطع الحلوة، ونتمنى لك التوفيق. أنا بشكركم على الاستضافة الحلوة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا طبعاً من الفقرة هاي. أنا هلأ بس أروح رح أرتب الخزانة الألوان ونبعد الأسود والأبيض شوي. حبيبة قلبي لسه دارج كمان الأسود والأبيض. أكيد أكيد. شكرا لك. شكرا.